بدأت حضارة وادي الرافدين بالعراق، الصيارة موجودة، أجدادنا يعني مشتغلين شغلات الآن مكاين ما تقدر نفس الشيء تطلعه. المتحف العراقي موجود فيه شغلات نادرة، يعني أبناء وادي الرافدين حبوا الصيارة وحبوا الذهب. العراقيين يحبون الذهب الثقيل، يعني ذات الاوزان الثقيله، يعني مو الخفيف، واللمسات التراثيه مثل ما حكينا الحضاريه، يعني يدخلون من ولايه سامراء، يدخلون المدرسه المستنصريه بالنقش مال الذهب، خاصه الاساور النسائيه هذه. هسه الشغلات الجديده هي صح حلوه، بس مو ذاك المود، مو مثل عمق التاريخ، مثل تلبس سوار العراقي اللي بابل والسامريه من ولايه سامراء، تشوف تحس بنكهه التاريخ. هسه لا، ما تحس، يعني فتشي جاهز. لو تفتر بالسوق يعني 90% هو إماراتي و10% العراقي. الطخم كامل هو اللي يعتبر كمهر، يتضمن القلادة والسوار والمحبس والتراشي، هذا الشيء البسيط يعني اللي يقدمه العريس لعروسته. في الشمال مثل يقدم لها السلاح القبرو نسميه، في الجنوب يقدم الميداليات الضخمه نسميها كرسي جابر. لكن ها في بغداد لا، هاي ما يشتغلون الشغلات الناعمه، يعني مو ذاك الشغلات الخشنه. كثير هسه يجون عرسان من يشترون المهر، فالعروس او العريس يقولها اريد تلبسين الخارطه وهي المهر يعني. والناس كثير يعني عندها محبس، عندها تراشي، تبدل بخارطه العراق، وهاي القلاده يعني فشي كلش حلو، والان طلب عليها كبير يعني. وكثير شباب قبل ما يسافرون من العراق يشترون خارطه العراق حتى يلبسوها بر، فشي اعتزاز بالوطن، هذا من يلبس قلاده العراق هو يعتز بالوطن. اكو ناس ضعفاء النفوس، مثل اللي يخبط 18 ويا ال 21 او ال 21 اقل من 21 كنسبه، يعني كنسبه للذهب، وهذا طبعا اثر على علينا كصياغ يعني. دا يجي المستورد تقريبا حاليا بسعر الذهب العراقي، بسعر الورش العراقي، لكن موديلات احلى وموديلات متجدده واخف طبعا، وزن اخاف، فكثير اثر الاستيراد على الورش وعلى ايدي العامله، بالاضافه الى الغلاء بالمواد بالنسبه احنا كصاغه، يعني كالحوامض غاليه عندنا، الادوات غاليه، الغاز، قناني الغاز غاليه، الايجارات، وقصر فتره العمل. يعني قبل كنا نشتغل من 8 الصبح الى 10 بالليل، حاليا ماكو، من 10 للوحده الظهر نعزل الورشه احنا، يعني بسبب الظروف الموجوده بالعراق، يعني الظروف الامنيه. من 2003 لحد الان الورش عزلت فانتهت كمهنه، والناس هاجرت، يعني الصياغ هاجروا والعمال هاجروا والفنيين هاجروا لعندنا، طلعوا برا يشتغلون، فراح تنتهي يعني كمهنه تنتهي. الشباب الموجود حاليا ما يشتغلون بالذهب، تاجر اكثر ما يشتغل كحرفه يدويه، يعني لان التجاره ارخص واسهل، وهذا راح بعد كم سنه راح تنلغي حرفه الذهب اذا ما نعلم جيل من الان يتمرن على صياغة الذهب. الوقت ترجع ونرجع معامل، ترجع الورش ونشتغل من جديد ان شاء الله. بلكي
اتمنى هذا الشيء.